اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده حلقتنا هتكون مختلفه عن كل حلقه فاتت. الحلقه دي لازم تشوفها للنهايه علشان الحلقه دي هتكون جزئين، كمان فيها الجزء الاول مهم جدا والجزء الثاني برضو مهم. طيب الجزء الاول ايه؟ الجزء الاول هنتكلم عن تجربه عملتها صديقه معانا على القناه وهتكلم عليها وانا اعلنت عليها قبل كده، وهي الشعر. الشعر كان عندها بيقع لوحده او عندها بعض الحاجات الوراثيه بتسبب في سقوط الشعر، استخدمنا بعض العلاجات. طيب احنا تم العلاج دلوقتي والنتيجه كانت مبهره، النتيجه كانت قويه جدا، نتيجه انا نفسي ما كنتش متوقعها. طيب تعالوا بقى نشوف هي جربت ايه وقالت ايه والتجربه عملت معاها ايه، نجحت فشلت، النتيجة كانت مذهلة، والله مذهلة. تعالوا بس نشوف قالت ايه ونرجع نشوف تاني. مرحبا، تحياتي للجميع ولكل متابعين قناة الطابوس، تحياتي لأستاذ مصطفى أولا لأنه ساعدني، ثانيا لأنه أعطاني هاي الفرصة لأني أحكي عن تجربتي اللي صارت معي، في سبيل أنه أي إنسان بيعاني من نفس مشكلتي يلاقي حل لإله إن شاء الله عن طريقنا. طبعا في البداية لما تواصلت مع أستاذ مصطفى وخبرته عن مشكلتي قال لي أنت بتفكري بالطريقة الفلانية وبتتصرفي كذا، ويعني حل شخصيتي تماما بالضبط مثل ما هي، والله تماما كما هي يعني، وحكالي انه تصرفاتك هي السبب بانه انت عم تخسري شعرك وافكارك. فبعد ما اشتغلت على الافكار انا الحمد لله مبهورة جدا في النتائج اللي انا وصلت لها، التحسن كان اكثر من 80% بفترة تعتبر قصيرة بالنسبة لفترات علاج تانية كانت فترات اطول من هيك، واحيانا بعض التجارب قد تكون مؤلمة. لا بالعكس، مع أستاذ مصطفى أنا كنت بعمل مديتيشن وكنت بسترخي، حتى شخصيتي أنا أصبحت أهدأ وصرت إنسانة رايقة أكثر لأنه أثرت على شخصيتي بالإيجاب، والحمد لله حتى زادت ثقتي بنفسي، كثافة شعري تغيرت، طول شعري تغير، ملمس شعري تغير، وحتى كل اللي حوالي والأشخاص اللي تعرفني صارت تعطيني كومنتات على الموضوع وصارت تسألني أنا شو بستخدم وكيف وصلت لهاي النتيجة. بحب أخبركم بالبداية شو هي مشكلتي. كنت بعاني من تساقط الشعر الوراثي المزمن من فترة كتير طويلة، أكثر من 10 سنوات، وكان كل ما بكبر في العمر كل ما كانت بتزيد المشكلة، ولأي حد فيكم بيسمع بيقدر يتخيل كمية الألم والمشاعر الصعبة والمواقف السيئة اللي انحطيت فيها، ونظرتي المتدنية صارت لذاتي بسبب هاي المشكلة. يعني أي صبية يعني حيكون كتير صعب عليها أنها تخسر شعرها. ولا أخفيكم رحلة العلاج والبحث كانت رحلة طويلة وكلها ألم ومحاولة لأني أجد حل لهاي المشكلة، وللأسف أغلب الحلول المعروفة من بلازما، من زراعة، ومن ديرمابين، أشياء لها بالجينات، كتير أشياء، أكل، زيوت، وصفات، كل إشي باقى بالفشل هيك بيقولوا، أو النتائج يعني كانت تضيف تحسن كتير بسيط. فكنت بتفرج على واحدة من فيديوهات أستاذ مصطفى مع شخص كان بيحكي عن تجربته، كان عنده مشكلة بالعين وغير هاي المشكلة عن طريق الفراسة. فتعلمت بحياتي أني أطرق كل الأبواب، أنا ما رح أخسر شيء، فقلت يعني حتى لو أنا شوي مش مقتنعة خليني أتواصل، يعني ما رح أخسر إشي. فبعثت لأستاذ مصطفى وتفاجأت إنه رد علي كتير بسرعة وخبرني كيف الطريقة، طريقة العلاج.
هي كانت عبارة عن 3 مراحل، المديتيشن والسبليمينال والفراسة. بالمديتيشن بالبداية في طريقة تنفس معينة، 4-4-4، أو حسب نفس الواحد إذا أطول كمان ممكن تزيد، ومع جلسات معينة مثل جلسة اللوتس. بالسبليمينال اللي هي استخدام العقل بالعلاج الداخلي، فاستخدمنا قوة العقل الباطن. وبالفراسة كمان علمني شو الصفات اللي لازم أعملها للشعر، اللي من فراسة الناس هدول إنه شعرهم أكثف. فاستخدمت كل هاي الأشياء وكنت أتخيل، أجلس أعمل جلسة التأمل والتخيل. كان المفروض إني أعملها كل يوم مرتين، بس أنا كنت شوي مشغولة فكنت أعملها مرة واحدة. استغربت إنه في نهاية الأسبوع الأول أجاني كتير كومنتات من أصحابي اللي بيعرفوني إنه شعرك متغير، إنه طولان، أنا شعري ما كان بيطول. ومع الوقت والحمد لله، تقريبا إلي 4 أشهر ماخذ الطريقة منه، والحمد لله النتائج أكثر من رائعة، أكثر من ما تخيلت. كل الشكر لأستاذ مصطفى، وتحياتي لإله وللجميع، وبتمنى من الجميع إنه يصدقوا إنه هذا العلم موجود، وأنا اختبرت هذا الموضوع على نفسي. وشكرا لكم. ده كده كان التسجيل اللي هي عملته. التسجيل اللي هي قالته، قالت ان هي كانت بتعاني فترة بقالها 10 سنين في تساقط الشعر، عملت عمليات زرع شعر، عملت حاجات كتير جدا، لكن كله بلا فايدة، ما جابش معاها اي نتيجة خالص. طيب عملنا احنا بقى حاجة زي مديتيشن مع اللي هو تمرين التنفس، مع بعض جلسات التأمل، ومع السبليمانال، ومع الفراسة. لكن الجزء اللي هو في الفراسة كان جزء 70% فراسة في العلاج، 70% فراسة، لأن هنا كده علشان نقدر نعمل تحكم عقل كامل للجسم، إن هو يفيد الجسم، العقل يفيد الجسم في أي وقت، في أي مكان، في أصعب الأوقات، في كل حاجة العقل يقدر يعمل لنا اللي احنا عايزينه. طيب الجزء التاني بقى ايه في حلقتنا؟ الجزء التاني كانت هي المفاجأة، ان احنا عملنا جروب على الواتساب، والجروب ده هيكون بيجمعنا بحيث ان احنا نعرف نتواصل اسرع، يعني اسرع من القناة كده وكده. الواتس بيتفتح كل يوم تقريبا مرة او مرتين او كل يومين، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل موقع تواصل اجتماعي. الموقع ده هنقدر من خلاله ان احنا نطلع لايف مباشر، كلنا هنكون موجودين. الموقع بيدي كل واحد المايك بتاعه بيكون شغال، بيتواصل معايا صوت وصورة. كمان الموقع بيدينا تصوير شاشة للشرح اللي احنا هنشرحه، يعني في الصور اللي انا هستخدمها بتكون غير بقى اليوتيوب وغير اي حاجة تانية وغير اي موقع تاني، لان انا بظهر والصورة كمان بتظهر، وبنقدر نحرك عليها ونشرح عليها بترتيب وبشكل افضل من اليوتيوب. كمان انت لو في حاجة مثلا مش فاهمها، انت ممكن تتكلم معايا، لان انت معاك مايك مباشر ليا، تكلمني في نفس الدقيقة اللي احنا بنتواصل فيها مباشر. فدي سهلة جدا، يعني كلنا بنبقى فاتحين المايكات، كلنا بنتكلم، كلنا بنتواصل بشكل سريع. كمان ممكن نطلع معانا شخص يبقى معانا في الفيديو وبيتكلم معانا في الفيديو، يظهر قدام الجميع، برضو دي موجودة ومتاحة في البرنامج. ودي كانت المفاجأة بتاعت النهاردة. بس طالب منكم حاجة، لازم تشيروا الفيديو ده. الفيديو ده لو ما اتشير هيكون ممكن في واحد عنده حاجة مش عارف يتخلص منها، ممكن ان احنا نوصلها، نوصل لبعضينا، هيقدر يتواصل معايا، هيقدر يخلص من العلاج اللي هو مش لاقي ليه حل. كمان احنا هنجرب العلاج ده على مرضى ضمور العضلات ومرضى السرطان. هل ان احنا نقدر نعالج ضمور العضلات؟ احنا هنجرب ونشوف. اولا العلاج ما فيهوش اي مواد كيميائيه، ما فيهوش اي مواد دوائيه، ما فيهوش اي حاجه خالص. كل الموضوع ان احنا هنستخدم
قوة العقل والفراسة الاثنين مع بعض، كده احنا نقدر ان احنا نتعالج بدون أدوية بدون أي شيء. طيب مرض السرطان ممكن يتعالج منها الحالات دي؟ أنا من بحثي على السرطان تقريبا 4 حالات استخدموا حاجة شبه دي، لكن مش دي بالظبط، يعني استخدموا علاج بطريقة قوة العقل لكن مش بنفس الطريقة اللي أنا بعملها، لأن إحنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون. يعني إيه نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ يعني إحنا بنشوف الآخرون عملوا إيه بنبدأ نطور. فأنا عامل دمج أكتر من 5 علوم مع بعض أو 6 علوم مع بعض، على حسب الحالة اللي بتكون قدامنا بنقدر نتواصل معاها، بنقدر إن إحنا نديها حلول، المهم إن هي تكون عندها يقين إن العلاج هيجيب نتيجة. وإن شاء الله في مفاجآت كتير جاية وفي تجارب كتير جاية، إحنا موجودين علشان إن إحنا نطور من علم الفراسة. لأن بيجيلي بعض الناس بتعلق تعليقات بقول يعني المصدر من عندك المصدر مش عندك، زي مثلا حلقات اللي انا كنت بعملها هو انا صح اللي عاملها وكلها مني انا، اللي هي ايه اللي هي مثلا ازاي ارسم شخص، وان شاء الله لسه مستمر في تدريب ان انا ارسم شخص. لما كنا بنستخدم السبورة زمان كنا بنيجي نرسم شكل عشوائي ان الشكل ده هيبقى كذا كذا كذا. طيب هل ان الشكل عشوائي؟ لا، الشكل ما كانش عشوائي، ده معمول بدمج الفراسة مع علم النفس وعلم نفس اجتماع وبعض العلوم الاخرى، فاحنا بنقدر نطلع صفات الشخص وبعدين نقدر نعرف ملامحه دي بكل بساطة. فان شاء الله يعني انا لسه مستمر في التدريب على ان احنا ازاي نرسم شخص ما نشوفوش، يعني واحد بيكلمني تليفون اقدر ارسمه، اقدر ارسمه بالتفصيل، بالتفصيل، لكن لسه معايا وقت كبير كمان، يعني ممكن سنة واكتر سنتين واكتر، لكن ان شاء الله بقدر واعملها. ما تنسوش تشير الفيديوهات لاصدقائكم. سلام. اللايك بتاعك مهم جدا.